أهلا بك في عالم الاحتراف يا بني. يا إلهي، إنها لحظة تاريخية. كلمات خرجت من فم معلق مباراة ريال موناركس أمام كولورادو سبرينغز سويتش باكس في دوري القسم الثاني الأمريكي، وكانت معبرة عن غرابة المشهد. 8 أكتوبر 2021، الدقيقة 61 من المباراة. حدث تاريخي عرفته كرة القدم والرياضة عموماً، ظهور لاعب يبلغ 13 عاماً. أكسل كاي ولد في كوت ديفوار يوم 30 ديسمبر 2007، وفي عمر 13 عاماً وتسعة أشهر وتسعة أيام شارك بشكل احترافي مع فريقه الأمريكي. كاي شارك مع ريال موناركس في إحدى مباريات دوري UCL، وهو ما يوازي القسم الثاني في الولايات المتحدة. ريال موناركس هو الفريق الرديف لريال سولت ليك، فريق MLS الشهير. ليصير كاي أصغر لاعب محترف يشارك في أي رياضة جماعية مع فريقه بتاريخ الولايات المتحدة عموماً. المهاجم الشاب انتقل إلى الإقامة في الولايات المتحدة في سن صغيرة، وفي يوليو الماضي قاد أكاديمية ريال سولت ليك للفوز بكأس MLS تحت 15 عاماً لأول مرة، وحصد جائزة هداف البطولة بخمسة أهداف. الواقعة تذكرنا بفريدي آدو أو بليه الجديد كما أطلقت عليه الصحافة الأمريكية وقتها. آدو المولود في غانا كتب التاريخ عام 2004، وشارك في دوري MLS مع DC يونايتد بعمر 14 عاماً فقط، قبل أن يظهر بقميص منتخب الولايات المتحدة بعمر 16 عاماً. لكن مسيرته لاحقاً كانت محبطة ولم يرتقي للأمال العريضة التي وضعت عليه. آدو تنقل بين 15 فريقاً في 9 دول مختلفة دون تحقيق أي نجاح يذكر، وفي 2018 توقف عن ممارسة كرة القدم قبل أن ينضم لفريق قسم ثالث سويدي مطلع العام الجاري، لكن النادي فسخ عقده بعد شهر واحد فقط. وبالانتقال إلى القارة العجوز، نجد أن الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى لم تشهد ظهور أي لاعب يبلغ 13 عاماً كما الحال مع أكسل كاي. في إنجلترا يحمل هارفي إليوت لاعب ليفربول الحالي الرقم القياسي، وقتما كان لاعباً في فولام، إذ شارك حينها عن عمر 16 عاماً و30 يوماً. وفي إسبانيا ظهر الأرجنتيني لوكا روميرو بقميص مايوركا أمام ريال مدريد بعمر 15 عاماً و219 يوماً. أما في ألمانيا فيوسوفا موكوكو لاعب دورتموند هو حامل الرقم القياسي ب16 عاماً ويوماً واحداً، بينما يعد ويزدم آمي لاعب بولونيا هو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 15 عاماً و274 يوماً. فيما لا يزال رقم كالمن جرينسيري صامداً في الدوري الفرنسي منذ عام 1960، إذ شارك وقتها مع لانس بعمر 15 عاماً و7 أشهر و12 يوماً. أما أصغر لاعب كرة قدم يشارك بشكل احترافي على الإطلاق فيظل البوليفي موريسيو بالديفيسو. بالديفيسو دخل بديلاً في مباراة فريقه أورويا أمام لاباس في يوليو عام 2009 بالدوري البوليفي مرتدياً القميص رقم 10، وبلغ عمر بالديفيسو وقتها 12 عاماً فقط. وتعرض الطفل لتدخل عنيف فور دخوله تسبب في مشاجرة بين لاعبي الفريقين. الغرابة ستزول قليلاً عندما تعرف أن والده خوليو كان المدير الفني للفريق. الحالة الأشهر في مصر ترجع إلى أغسطس عام 2015، عندما شارك زياد الصحيفي بعمر 14 عاماً مع فريقه الجونة أمام الأهلي في كأس مصر، واستفاد الصحيفي وقتها من هبوط الجونة ورحيل لاعب الفريق الأول بعد نهاية الموسم واستكمال الجونة للكأس بلاعبين من قطاع الناشئين. في رأيك، هل الدفع باللاعبين في هذا العمر المبكر كفيل بالقضاء عليهم؟